السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى العدوي؟ نعم مصطفى العدوي، تفضل. هذا شيء الحمد لله. شيخنا حضرتك قديلك 50 سنة في الدعوة، ممكن تقول لي فين ردودك على الإخوان جماعة الإخوان المسلمين؟ نعم، فين ردودك على جماعة الإخوان المسلمين؟ فين ردودي؟ ردودي على كل الجماعات، أنصح كل إخواني المسلمين ألا يشتركوا في أي جماعة من الجماعات. أنت مسلم تؤاخي جميع المسلمين، وهذا إذا لم تكن تفهمه الآن راجع شريطنا من 50 سنة. كما أنت تقول تجد نفس الخط، الحمد لله. لا نحبذ أبدا ولا ندعو إلى جماعة أبدا، إنما نقول ليل نهار المسلم أخو المسلم، تسموا بما سماكم الله به وسماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. وقال الله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. وآخي جميع المسلمين، لا أقتصر على حزب ولا جماعة ولا أدعو إلا إلى الإسلام ليل نهار، لكن كذابون يفترون علينا الكذب مع تبرئتنا، مع دعواتنا ليل نهار أننا نرفض الجماعات، لكن في كذابون الله ينتقم منهم وأنت تسمع، ويخذلهم اللي يفتروا علينا الكذب. معذرة يا أخو، لأن في كذابون كثيرون نقول ليل نهار كده وما زال يقول لك حزبي، الله ينتقم منهم المفترون الكذابون. أسهل شيء عند هذه الجماعة، عند سبحان الله، أصبحت الآن لا تنتظم مع جماعة يهاجمك أصحاب الجماعة ويفترون عليك الكذب، لا تنتظم مع جماعة أصحاب الجماعة يفترون عليك الكذب، عياذا بالله. تسكت من كل النواحي، تجي لك الاتهامات. واحد مثل المتصل هذا، المتصل الله أعلم به ويجازيه الله بنواياه، هذا المتصل، من أين ردودك على الإخوان؟ أنت كنت ولي أمري ولي، مش فاهم يعني. حسبنا الله ونعم الوكيل. حضرتك مش مصطفى، الحمد لله. قول لحضرتك، في ناس بتتصل، معلش يعني أنا آسف، بتسأل أسئلة ملهاش أي معنى وبيضيعوا وقت. والله يا شيخ صحيح، صدقت. وكمان في حاجة، ما واحد استفزني جدا، بيقول لك أنت بقالك 50 سنة ده، يعني لا عنده أدب الحوار مع الشيخ. لا، دوم في فئة طلعة جديدة كده تشتم في العلماء، إما أن تنزل على رأيهم وتسب الخلق أو بك وبك. وهم والله يا أخي منهم ناس، والله منهم ناس أتونا وهم يعني مش عارف أقول لك باللفظ العام صيع، وتعلموا دينهم ويعني ربنا علمهم دينهم على أيدين، وبعد ذلك أصبحوا يرون نفسهم علماء وهم لا يفقهون إلا قليلا، ويسب في العالم جميعا وما يرى إلا نفسه فقط. فموجودين فئات زي كده كتير، فئات كتير جدا بهذه الطريقة. يعني معلش، رجاء للناس، احنا بنقعد ننتظر الساعة دي نستفتي في ديننا، فمش عايز. والله يا أخي الكريم أتمنى وإن شاء الله كده، لكن المشكلة أن لا أعرفهم في الأول وهلة، أحيانا نعرفهم ونتقيهم، لكن أحيانا يعني ما تتوقع، يعني مقدر، هو مقدر إن شاء الله، لك ما تدعو إليه إن شاء الله. ربنا جزاك الله خيرا. هو انا كنت عايز اوضح نقطه معينه. لو الشخص اللي هو اتصل من شويه واتكلم عن اللي هو يعني قال لحضرتك لماذا لا ترد على كذا، هذا هو نفس الشخص اللي اتكلم من كام يوم وسال حضرتك، قال لك ايه، وحضرتك قلت له بيسبوا العلماء، فقال لك هم مين العلماء؟ ايوه قلنا يعني من الاخ عبد الرحمن ان هو يعني ايه ينتبه لهذا، فاول لما يعني يحفظ صوته او كده فيعمل له ان شاء الله يعني يقفل الخط، لان هو ده الواحد جاي يعني دلوقتي يشوش على البث. لا ان شاء الله باذن الله كيده في نحره باذن الله. جزاك الله خير. يعني انا منتظر مثلا يقول ايه، لماذا لم ترد على العلمانيين على لا هو صدقت صدقت. لا ايه، ما هم يدعون اهل يعني تمسك في فئه معينه. اي ليه ما تحاربش الشرك؟ ليه مثلا ما
تتكلمش عن الحكم بما انزل الله؟ ليه ما تتكلمش عن النصارى؟ ليه ما تحاربش؟ لا ولا اتكلم عن هذا ولا يعني لما يقول حضرتك نصارى ولا شيعة ولا غيره، فيعني جزاك الله خيرا، ويعني انت يعني انتبه بس، وربنا يحفظك من كل شر. جزاك الله خيرا. الله بني يحبك كده. حبك الله. الاخوه الحمد لله الناس بدات تفهم الحمد لله.